التعليم، يعني قبل ما ندخل في وجع الدماغ من يوم 1 اكتوبر ونقول عندنا مشاكل والمشاكل متكرره، لان احنا هنا كبرامج بنتابع معاكم اللي بيحصل وبناخد ردود من الوزراء وغيرهم، لكن الاغلب الاعم ان المشاكل دي معظمها بيبقى متكرر. طب ما تيجي نحط ايدينا عليها ونقدمها على طبق للسيد الوزير وهو بيبتدي مهامه قبل بدايه السنه، ونشوف ممكن نحلها ازاي. اللي هيقدموا لنا المشاكل دي من خلال رصد خاص جدا لما سالناهم 7 مشاكل وحلولهم ازاي، هم ضيوفنا الكرام اللي هيشاركونا في الحلقه دي. وانتوا كمان كل بيت عنده 1 من 25 مليون طالب وطالبه تعليم ما قبل الجامعي يقدر يشاركنا في الفقره دي. خلينا نقول معانا ضيوفنا الكرام اللي برحب بيهم في حديث القاهره. معانا الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الرحمن عبادي المتخصص في شؤون التعليم بالاهرام. اهلا بيك يا استاذ عبد الرحمن. ومعانا الكاتب الصحفي الاستاذ محمد الصايم نائب رئيس تحرير ورئيس قسم التعليم بجريده الجمهوريه ورئيس تحرير موقع السبوره التعليمي. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بحضرتك، مشرفنا جدا. انا سعيد انه مع حضرتك. طبعا هبتدي معاك بقى في البدايه، بما ان انا بدات التعريف من هنا والسؤال هو مشاكل التعليم في مصر زي ما انا قلت كده او اللي بيعاني منها معظمها متكرر، لكن للاسف ما بيتحلش حلها حل جذري، ولا هي مستجده كل سنه مشاكل غير الثانيه؟ من 5 سنين كتبت عنوان في الجمهوريه، كان حوار لوزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي، كان اول حوار لي، فكان العنوان ايه؟ التعليم المصري قايل للسقوط ب 25 مليون طالب. النهارده عندنا 25 مليون طالب، نفس المشاكل نفس الحلول، بس احنا مش استراتيجيه وزاره ولا بتاع. المشكله كمان ان احنا فينا كمجتمع، يعني لما تيجي نبتدي للمشاكل بقى المدارس، لا احنا هنبتديهم مع بعض. اذا يبقى احنا عندنا جزء خاص بالتعليم كقياده ومؤسسه ونظام، والتعليم كمجتمع. كويس، وانت متفق معاه طبعا في الكلام ده. احنا لما طلبنا 7 تحديات في انتظار وزير التعليم كتبتها بناء على ايه قبل ما نعرضها؟ كتبتها بناء على المشاكل المتكرره اللي بنسمع عنها منذ عقود، وزي ما حضرتك قلتي جزء منها يرجع لثقافه المجتمع وجزء يرجع لآليات وسياسات التعليم. لكن هذه المشاكل مع كل عام بتأخذ أشكال جديدة وتطورات أخرى. يعني مثلا إحنا ما فيش اختلاف ما بين المجتمع كله إن في مشكلة حقيقية حول غياب دور المدرسة. لكن غياب دور المدرسة كان محصور في نطاق معين من 3-4 سنوات. دلوقتي أخذ شكل مختلف. لكن تمدد وأخذ شكل مختلف وتمدد وأصبحت له يعني أشكال أخرى. يعني القصة كان في الأول قاصر على أن الطالب بيغيب في البيت في مرحلة 3 ثانوي علشان خاطر أن هو بيقعد يذاكر أو عنده دروس الخصوصية وبس. إحنا دلوقتي هذه الظاهرة امتدت وشملت 3 ثانوي، 2 ثانوي، 3 ثانوي، 3 إعدادي. كمان ما يعني بيروحوش المدارس، ده إحنا هنا دخل عندنا. طب إيه رأيك قبل ما تدخلي في الشرح، أنا عايزة أوري الناس كمان معانا ال7 تحديات اللي حضراتكم انتوا الاثنين اخترتوها، وبعدين نبتدي نتناقش فيهم واحد واحد. هم هيتعرضوا معانا والناس تشوف وتحكم هتتفق معاكوا على ايه فيهم هم كمان. طيب الاتجاه الاول، بما انك كنت بداته استاذ عبد الرحمن عبادي، حضرتك حاطط لنا 7 تحديات في انتظار السيد وزير التعليم. عدم حضور التلاميذ، امتحانات الثانويه العامه، تحويلات ومصروفات المدارس الخاصه، الكثافه الطلابيه، التابلت وبنك المعرفه، 4 و5 ابتدائي، واخيرا عجز المعلمين. صح، هم دول الـ7 اخيرا الأساسية. هو اولا واكبرهم يعني. لا انا بتكلم على الـ7 نقاط، هم دول الـ7 نقاط بالظبط. اخر نقطه فيهم استاذ محمد الصايم، عوده الطالب والمعلم للمدرسه، امتحانات الثانويه العامه، المناهج وخصصتها كيمياء وفيزياء وعربي، مجموعات التقويه وظاهره الغش وشعار كله تمام يا فندم، والاكاديميه المهنيه للمعلمين. صح الكلام؟ صح الكلام. طب نتناقش؟ نتناقش يلا بينا. مشترك بين حضراتكم انتوا الاثنين موضوع الثانويه العامه، عوده المعلم والطالب الى المدرسه، ده على ما اعتقد مشترك يا عبد الرحمن. عوده الطالب والمعلم للمدرسه. والثانويه العامه. عظيم. نبتدي بما ان الاستاذ عبادي بدا من عوده الطالب للمدرسه، قلت لنا ان المشكله دي قديمه جديده بوجه تاني. هي تجددت وتطورت مع فكره وهي على فكره هي مش ظاهره قاصره على مصر بس. يعني احنا لو استقرأنا الواقع المحيط بنا هنلاقي برضو ان في دور المدرسة تأثر كثيرا منذ احداث الكورونا، فترة الكورونا في مختلف دول العالم. ظاهرة غياب الطالب عن المدرسة وحلول اشكال من التكنولوجيا، يعني تطور التكنولوجيا وظهور بعض آليات الجديدة في التعليم، التعليم عن بعد وغيره، التعليم عن بعد،
أثر على دور المدرسة كثيرا في أقطار كثيرة، بس كان التأثير أكثر ظاهر عندنا وفي الدول النامية بسبب عجز وفشل السياسات التعليمية. يعني بيتحمل جانب كبير من غياب الطالب عن المدرسة هو السياسات التعليمية، البنية التحتية. البنية التحتية يعني إحنا عندنا هذا المحور مرتبط أكيد بالكثافة. لما اتكلم التحتية اللي هي الفصول المدرسية وتوافر المقاعد الخاصة بالطلاب بالضبط، إضافة إلى الثقافة المجتمعية المرتبطة بالدروس الخصوصية. ماشي، طب خلينا نجيبهم حاجة تانية. أنت قلت لي فشل وفي العملية بخطوطها المختلفة يعني. طيب قلت لي البنية التحتية اللي هي خاصة بالمدارس، كثافة الفصول، عدم توافر ما يكفي، فبالتالي ده جزء من الفشل. الجزء التاني إيه بقى؟ الجزء الثاني المجتمعي الخاص بالدروس تبع المدرسة، لسه في المدرسة. بالنسبة للعملية التعليمية داخل المدرسة كمؤسسة، إيه تاني فيها قصور بيخلي الناس عجز المعلم من الدخول؟ عجز المعلم، وده عجزه ان مفيش عدد كبير من المعلمين، مفيش عدد كبير يغطي العمليات التعليمية، ولا انه غير مؤهل؟ ما هو خلي بالك، مفيش عدد كبير وفي غير مدرب. على احنا طبعا داخلين على منظومة جديدة، يعني مثلا منظومة التعليم الاساسي اللي احنا بنتكلم عليها فيها حوالي 13 مليون و600 الف طالب في مرحلة التعليم الابتدائي. المفروض ان مرحلة التعليم الابتدائي هذا العام لغاية سنة 5 ابتدائي بتشملهم المنظومة الجديدة، اللي هم من اولى لغاية 5 بيطبق عليهم نظام التعليم اللي هو 1+1، واحد في مواجهة واحد، ان الطالب بقى له دور في العملية التعليمية والمعلم له دور والتكنولوجيا بقى لها دور في العملية التعليمية. هو التعليم التفاعلي. التعليم التفاعلي. فالتعليم التفاعلي ده كان يستلزم معلم مؤهل، معلم مدرب على هذه الأنظمة. احنا انشغلنا اكثر بالكلام عن الآليات قبل تدريب المعلمين. طبقنا النظام وبدأنا في خطة التطوير قبل أن تكتمل عملية منظومة التدريب، قبل أن تكتمل عنصر فيها لم يكتمل اللي هو المدرس وتأهيله، قبل أن تكتمل عملية تأهيل البنية التحتية نفسها للمدارس. بنتكلم مثلا هذا العام بنتكلم عن فكرة النشاط، عودة النشاط، ويوم للنشاط الثقافي، الثقافي الفني الرياضي، ولكن لازلنا يعني البنية التحتية بتاعت المدارس بتاعتنا، السؤال المهم هل هي مجهزة لهذا بمعنى عندك الموضوع؟ مسارح، عندك غرف موسيقية وآلات موسيقية، عندك مراسم، عندك كل الأشياء. لو فكرنا، لو مشينا في هذا الموضوع بالطريقة التقليدية اللي بنطرحها كل مرة، هتفضل موضوع نظري وهتفضل المشكلة قائمة، إن الطالب غايب عن المدرسة والكثافة هي المشكلة الأساسية. تمام. طب اسمح لي أستاذ عبادي أخد الجزئية دي كمان من الطرف الثاني، بما أن أنتوا الاثنين مشتركين فيها أستاذ محمد الصايم. غياب الطالب والمدرس عن العملية التعليمية أو الجزئية دي وفقدانها، نفس الأسباب هي اللي أنت رصدها ولا أسباب تانية؟ ربما بعض الأسباب، بس برضو أستاذ عبد الرحمن عايز أقول له برضو يعني فيها حاجة حلوة، يعني اللي هي إيه؟ الدولة استثمرت في الحجر والبشر خلال الفترة اللي فاتت، أعلى إنفاق على التعليم خلال الفترة اللي فاتت. أنا جاي نحل بقى، نعمل إيه؟ أيوة، بس الأول الأسباب الخاصة دي، هل عندك أي إضافة على الأسباب؟ الأسباب أسباب الغياب. أقول لك على حاجة، على خاص لك أسباب الغياب. الطالب خلال الفترة اللي فاتت بيمثل إنه طالب، المعلم بيمثل إنه معلم، ولي الأمر بيمثل إنه بيبكي على حال ابنه في التعليم. أنا لخصتها لك. والمدرسة بتمثل إنها بتقدم عملية تعليمية. يعني أنت كلنا بنمثل على بعض، الطالب بيمثل والمعلم بيمثل. يعني إيه بيمثل؟ بيمثل؟ يعني معلش اشرحها لي سنة صغيرة. عايز يعيش دور الطالب، لكن ما بيعملش وظيفته كطالب، ما بيروحش المدرسة، ما بيذاكرش. المعلم بيمثل إنه معلم، بس مش معلم. بمعنى إنه ما بيأديش إيه؟ ما بيأديش دوره كمعلم في الفصل، يعني لا بيروح الفصل ولا بيذاكر للتلاميذ، بيدرس للتلاميذ بذمه ولا اي حاجه من الحاجات المفترض يعني. والاصعب بقى ولي الامر اللي هو ايه، بيمثل انه بيبكي على حال ابنه، وفي الحقيقه هو ولي الامر. اصبح من بعض اولياء الامور او جزء كبير منهم، وانا كولي امر برضو، اصبحنا كلنا ناس بننظر على التعليم، نتدخل في المناهج، نسينا دورنا التربيه، دور الام لما مش الام متبع. عشان مش هتدخل انا في سيدات ورجال وبتاع، دور الاب والام في المتابعه في المتابعه في المراجعه، ده اللي كان نعمله زمان. يعني انا امي لا تقرا ولا تكتب، كانت تعمل ايه؟ كانت تجيب اي حاجه تعلم بها الكتاب، تنام تشوف انا عديت الصفحه ولا لا.
هنا هنا ده حقيقه. انا بقول لك زمان هنا ده احنا فقدنا الدور الاساسي، اصبح انا بقول ولي الامر ليه دور كبير انه يرجع الطالب للمدرسه، دور كبير. ايه اللي رجع الطالب للمدرسه؟ ناخد بقى الحلول. ايوه اقول حلول. انا جاي بقى عشان مش زي اي كل برنامج نيجي وما فيش حلول، يبقى احنا بتوع الحلول. اولا تم تطبيق لائحة على الطلاب تخصيص درجات للحضور والسلوك، 10 درجات. انا بتكلم على الشهاده الثانويه العامه، اتطبقت 45 يوم وبقدره قادر. 45 يوم ده الكلام ده من حوالي 2016 وتم الغاء القرار. لماذا؟ الله اعلم. حضر، كان نسبه الحضور انا بكلمك بالارقام تجاوزت 90%. اذا اذا عاد هذا القرار للتطبيق معناه ان انا ضمنت حضور الطلاب عندك لانه عايز ياخد العشر درجات. بس هيبقى في حرب عليه. هو قانون كان في أو ناس في ناس في في حضرتك ناس او منظم فيش منظمات يعني بعض الاشخاص تنظيمات بينهم وبين بعضهم. لا لا مش مجموعات. عايزين مش عايزين مش عايزين الطلبه تروح المدارس. ليه؟ والسناتر هتشتغل ازاي؟ السناتر وأباطرة الدروس الخصوصية والكتاب. انا عايز اقول اولياء الامور في مصلحتهم ان ابنهم يروح المدرسه اذا كان هيتلقى تعليم مجدي ومثمر. يعني انا لو المدرس بتاع ابني شاطر في المدرسه وهيديله الحصه مش هيقول له مش هديها لك، انا ما وديش ابني المدرسه. انا اقول لك على حاجه، احنا يعني ولدنا زي ما قلنا، كنا نقول على التعليم الفني 7 صنايع والبخت ضايع ولا 5 صنايع، ولدنا النمطيه كاولياء امور. انا بتكلم خلينا انت كمتابع عليها. انت حد بتشتغل في المهنه دي ومتابع. اقول لك هاتي لي وزير تربيه وتعليم على مستوى اللي عشناه المواطن حبه. لا هو بيعتبره عدو لي الى ان يثبت العكس. بس ايوه طيب. بس انا عايز اوصل لك، هو وزير التربيه والتعليم عدو للطالب وولي الامر، وده صدرها مين؟ صدرها المدرس اللي هو موجود وصدرها ولي الامر. طب ايه رايك انا هديك المفتاح السحري؟ انا كوزير عدو في كل الاحوال. ايه بقى؟ انا كوزير اهو بالنسبه لهم. ما انا بقوله انا كوزير اهو عدو في كل الاحوال. إيه؟ عليا ان انا اطبق ايا كان لانه كده كده هيعاديني يعني، فانا اطبق الصح. ايه هو بقى الصح اللي ممكن يحل لنا الجزئيه دي من وجهه نظرك؟ الصح وجود العوده المدارس اللي عمله الدكتور رضا حجازي بدا مبكرا للامانه ويحسب له. ايه شال ارث اول عوده النشاط الرياضي للمدرسه ده حاجه يعني محتاجينها. بس استاذ عبد الرحمن قال ما فيش بنيه تحتيه، لا عندك مسارح ولا عندك غرف موسيقى ولا عندك. عبد الرحمن استاذ عبد الرحمن فيها حاجه حلوه برضه استاذ عبد الرحمن. طيب وانا يعني لا عايز اقول لك يتم ازاي ده ممكن يتم ازاي؟ ايه المشكله؟ المشكله هو في اتفاق مع وزاره الشباب والرياضه والثقافه. اقول لك فلنفتح إيه مراكز الشباب، فلنفتح قصور الثقافه لاستقبال الطلاب في هذا بمعنى اليوم. بمعنى ان اليوم الرياضي او الانشطه ده اللي هيكون في المدرسه مسموح للطلبه ان هم يروحوا في المركز الثقافي ده او المركز الرياضي. يكون عليه مثلا ايه مركز الشباب. مدرس النشاط اللي في المدرسه هو مديله مثلا اكسرسايز يعني واجب تدريب معين يطلع مع الفصل او يروح مع الفصل ويبقى معروف الطالب هيعمل ايه في اليوم ده في المركز. يبقى كده حلينا مشكله الكثافه وحلينا في نفس الوقت مشكلة إن الطالب ما بياخدش جرعة نشاط حقيقية، وحلينا مشاكل مراكز الثقافة والمراكز الرياضية إن ما بيروح لهاش الولاد بتوعنا اللي بيتعلموا منها الحاجات اللي في بعض المحافظات كان فيها كثافة في المدارس التجريبية زي الجيزة مثلا. الجيزة قامت متطبقة فكرة إن الطالب يروح 3 أيام ويومين نشاط. الفعل اللي اتطبق على أرض الواقع كان إيه؟ إن الطالب كان بيروح 3 أيام ويومين أجازة واليومين قاعدهم في البيت. فلو استمرينا فكره النشاط بهذه الطريقه يبقى احنا اللي هنحل ولا هنربط ولا وهنبقى محلك سر. دي فكره. لا انا عايز فكره المراكز الشباب وفكره مراكز الثقافه واصول الثقافه. الثقافه واصول الثقافه هتحل لنا بروتوكولات تعاون. احنا محتاجين تنسيق. القصه هي مقفوله ومحدش بيستفيد بيها. فكره هايله جدا لحد توفير البنيه التحتيه للحاجات. عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو في النظره البعيده اللي انا شايفها لتطبيق اليوم الرياضي واليوم الفني وبتاع. انت عندك النشاطات، عندك غرفه للنشاط المسرحي بس صح؟ يعني هل موجوده فعليا؟ موجوده في اغلبيه المدارس على فكره. طيب ما انا ده طلعته بره، هنا جالي فصل او فصلين في اي مدرسه، جاني فصول. انا بقول الوزير بدا بمجموعه قرارات صحيحه، ده من وجهه نظر وده اللي انا طلبت بيه خلال الفتره. تعالي نقول الايجابيات بتاعتنا. عندنا في مشكله اللي هي مجموعات التقويه اللي هي اللي كانت موجوده في المدرسه بعد اليوم الدراسي وما زالت موجوده وليها قرارات وزاريه ولكن من السبب؟ ولي الامر. عايز اقول لك
والله والله احنا بنروح للحاجه الغاليه. طب انت ليه ما بتقولش ان السبب فيها ممكن يكون المدرس مش عايز يدي قوي عشان ما بياخدش فلوس قوي هو كمان؟ هقول لك على حاجه، تعال نعمل الحل. في قرار وزاري قديم قال لك المعلم بياخد 90% و10% للاداريين في المدرسه، وجزء بتاخده نقابه المعلمين. نطبق ده ونديله 90%. اعملي حاجه، نعمل حاجه تانية مهمه جدا. انا زي ما قلنا وصلنا لمرحله انه بنكره الوزير، يعني كلنا بنحبه بس الانطباع السائد، واحنا كلنا في ظهره يعني. الانطباع السائد انه بنكره وزير وبنكره معلم. طيب الطالب هنا في الفصل بيكره المعلم بتاعه، وصلنا للدرجه، طب نعمل ايه؟ لا ما تاخدش مجموعه التقويه في الفصل. اسمعيني حضرتك، ما تاخدش مجموعه التقويه دي في المدرسه اللي عندك، وده كان في قرار وزاري انك تروح للمدرس اللي تحبه اللي تسمع عنه، محمد الصايم في مدينه نصر، روح له مجموعه التقويه في مدرسه في مدينه نصر، اتحلت المشكله. طب ما تعالى نضرب عصفورين بحجر ونفكر بشكل في اصل الموضوع مش احنا دلوقتي في مجموعات التقويه، هتقول لي تعليق علشان عايز اسمع كلام الناس. الموضوع مش تعليق، مش دروس تقويه وبس، احنا تعالى نضرب عصفورين بحجر ونقضي على الدروس الخصوصيه برضو بالمره. ازاي؟ صح. ايه بقى؟ نطبق التجارب العالميه. احنا مش هنعيد انتاج العجله. عندنا تجربه كوريا الجنوبيه، عندنا تجربه هونج كونج. عملوا ان قننوا منظومه الدروس الخصوصيه، حصلوا من المدرس طبقوها في المدارس في الفترات المسائيه مثلا، ان تستغل المدارس، انت عايز تدرس انت سواء من مدرسه او من بره مدرسه، تعالى يا حبيبي ادخل المدرسه ادي الدرس الخصوصي، ادفع نسبتك الضريبيه كذا، وما يتم تحصيله من هذه الرسوم يتم اعاده ضخه لصالح الفئات الاكثر احتياجا من التلاميذ، ولصالح مكافآت المعلمين اللي هم عندهم عزوف عن الدروس الخصوصيه. خلي بالك كوريا الجنوبيه بدات زينا بالظبط، حاولت تمنع في الاول، فده معناه ان انا ان انا كحد هكون حابب ان انا اساعد الطلبه اللي مش قادرين يصرفوا على نفسهم والمدرسين. وفي نفس الوقت لاحظ ان دول كده بيدفعوا جزء من، يعني هم عندهم، لان كل الامور عندها سيستم، بكل واحد بيدفع الضرايب اللي عليه وبيدفع الحاجات اللي عليه، كل حاجه مكشوفه. لكن هنا في مصر ما عندناش تعليم الظل، الدروس الخصوصيه في مصر تعليم ظل. ايوه بس هو هيقول لك بقى انا ايه اللي يوديني اعمل كده، وانا هيتعرف انا دخل لي كام فهدفع منها قد ايه. ما هو ده بقى خلاص. انت كدوله دلوقتي بتحط ايه؟ احنا كدولة عملنا ضبطية قضائية، فعلنا دور المحليات في حصار المراكز الدروس الخصوصية وبنحاول نقفلها، فبيحصل تحايل، فبتفتح اشكال متعددة، المجتمع عايزها. خلي بالك الدروس الخصوصية جزء من ثقافة المجتمعات بشكل عام. يعني اذن عشان نحل الجزئية دي لازم الاهل نفسهم اولياء الطلبة هم اللي يعملوا. طب ايه رأيكم قبل ما ندخل في بقية المقترحات نسمع الناس اللي قابلناهم في الشارع قالوا لنا ايه رأيهم في مشاكل التعليم، سواء كانوا طلبة وأولياء أمور، وجهة نظرهم إيه، ونرجع تاني. وجه رسالة واحدة لوزير التربية والتعليم إن هو يخف المناهج علينا شوية، بحيث إحنا كأولياء أمور نقدر نذاكر الأولاد في البيت وما نضطرش إن إحنا نلجأ للدروس الخصوصية. المدرس عامة ما بقاش قادر إنه يوصل المعلومة للطفل، وبعدين الموبايلات خدت عقول الاطفال عامه. تطوير في الكتب بس، في الكتاب بس، انما طريقه التعليم نفسها مفيش. البابل شيت ظلم ناس كتير جدا، ظلم ناس كتير جدا، ومن اولهم انا. يعني في ناس تعبت وراحوا الامتحان انا مش عارفه احل، ما شفتش شكل الاسئله دي قبل كده. كطالب في ثالثه اعدادي المنهج صعب عليا، محتاج دماغ يعني سنة أكبر مني عشان تعرف تحل الامتحان. المانع كتير جدا على الأولاد، يعني لما يبقى طفل مثلا في سنة رابعة ابتدائي أو سنة خمسة ابتدائي ويجي المانع بتاعه اللي بياخدوه في تالتة إعداد وأولى إعداد وتالتة سنة، والواد يقول لك مش فاهم حاجة يا بابا، يبقى لعيب جدا يعني. لازم المدرس اللي هو هيشرح لهم يكون فاهم المنهج عشان يعرف يشرح. ما هو أنا في تطور في المنهج، لازم يكون في تطور برضه في المدرس. يعني عشان أقول لك طالب ثانوية عامة اتخرج ودخل جامعة استفاد إيه من الثانوية العامة من المرحلة نفسها؟ مفيش اي استفاده. مش عندنا في المدرسه بيدخل الحصه ما بيشرحش، بيفضل قاعد يكتب على السبوره، وعايزنا ان احنا يعني ننقل اللي هو كتبه وخلاص وانتهى الموضوع، قاعد يشرب كوبايه الشاي، مفيش شرح، مفيش اي حاجه، وحرفيا يعني موضوع مقلب بجد. انا احب اقول لسياده الوزير خف علينا شويه بجد في موضوع الدروس، في المدرسين، خلي المدرسين التقله فينا، خلي في مدرسه بانتظام، خلي في مدرسين اللي ما يشرحش ويدخل الفصل يلعب، ده يتجازى. طبعا سمعنا رايكم
في المدارس واللي بيحصل وايه هي المشكلات اللي بيتقابلوها. هناخد اول حاجه فيهم واللي كانت مشتركه برضو مع الحاجات اللي احنا قلنا عليها الخاصه بالمدرس والعجز بتاع المعلمين. عجز المعلمين في المدارس سواء كانوا تاهيل او عدد المعلمين، دي مشكله كبيره جدا، ومفيش مدرسين كفايه، فبالتالي الناس بتشتكي. الحل بتاع فين؟ حل عجز المعلمين الوزاره ما قدامها، يعني احنا دلوقتي الدوله بدات بقرار الرئيس اللي هو ال 120 الف اللي هيتعينوا. طبعا ال 120 الف لن يكونوا كافيين في النهايه، لان احنا عارفين تطور وزياده الاعداد الطلاب الثانويه تفوق كل محاولات للتطوير سواء على مستوى المنشآت على او على مستوى الكوادر البشريه وفق الامكانيات الماديه اللي احنا عندنا كمان والامكانيات الماديه. طيب الوزاره لجأت الى حل اللي هو حل المدرسين الحصه والتطوع العام الماضي والتوسع فيها المدرسين المتطوعين ومدرسين الحصه. ظهرت بعض المشكلات على مستوى التطبيق، لان تركت عمليه التطبيق للادارات التعليميه على مستوى المحافظات، فكان في تباين في طريقه التطبيق. يعني مثلا بعض المدارس لجأت الى الاستعانه بالخبرات اللي طلعت على المعاش، بعض المدارس الثانيه لجأت الى شباب الخريجين اللي هم لسه حديث التخرج. طب انا عندي اكاديميه من سنه 2007 انشئت اللي هي اكاديميه المعلمين، الاكاديميه المهنيه للمعلمين، دي من المفترض ان هي يتم تفعيل دورها بشكل اوسع في تدريب اعداد كبيره من خريجي الكليات التربيه. احنا بنخرج في كل سنه اكثر من 55 الف خريج من كليات التربيه على مستوى مصر، وهي حاليا التعامل معها بس مع العاملين في وزاره التربيه والتعليم. على فكره دي بتدربهم في اثناء فتره الدراسه، يعني بتدرب المعلمين في اثناء فتره الدراسه، فبيتعطلوا عن تاديه وظيفتهم اساسا. يعني لا بالعكس، انت بدل دلوقتي انت عندك مهمتين، يعني تفعيل هذه الاكاديميه دي مهم جدا جدا، لان الاكاديميه وفي لجنه بعد كده انشئت في سنه 2020. الاكاديميه دي هي يجب ان تكون قاعده ننطلق منها نحو تدريب اكبر عدد من شباب خريجي كليات التربيه اللي احنا وقفنا تكليفهم من تربيه وتربيه اساسي واداب اللي بيشتغلوا في مجالات التعليم. بالظبط بالظبط. وتبدا بقى الدوله تدور على اليات بقى للتعاقد معهم، سواء هندخل المجتمع المدني في بقى، ما هو المجتمع المدني لازم يكون له دور. خلينا نقول ان ده يبقى شرط في دخولهم او قبولهم سواء كان في عالم التطوع او التعيين او التقديم للمسابقات اللي بيدخل فيها بعد كده. بالظبط، ده يبقى حاجه اساسيه التدريب في الاكاديميه، زائد ان ندخل المجتمع المدني في تمويل عمليات تدريب والتعاقد مع قطاع من قطاعات المعلمين. لازم المجتمع المدني يدخل في هذا الدور، خلاص الدوله حتى مرحلي بشكل مرحلي لغايه لما نقدر نوازن ما بين الزيادات في اعداد الطلاب والزيادات في واحتياجات المعلمين المدربين المؤهلين. انا برضو لان هم هيبقى خلاص بقى، احنا قلنا ان المعلمين دول هيتدربوا في الاكاديميه. ما ينفعش دلوقتي لما ببدا نظام جديد بقى لي 5 سنين شغال عليه وجزء كبير من المعلمين اللي اتدربوا شايفين ان اللي تلقوه في التدريب على النظام الجديد مش واصل لهم الفكره بتاعتهم. عظيم كده. نيجي عند جزئيه المعلم، عجز المعلم. العجز انا اللي وجهه نظر تانية خالص تختلف. انا هنقعد نصعب ونحل في المشاكل، وعارفه لما نصعب بيجي لنا حاله. طيب الحل الحل ايه؟ انا عندي كسب عداله التوزيع، توزيع المعلمين في المدارس. تلاقي مدرسة هنا في الشيخ زايد فيها عدد أكبر من طاقتها، ومدرسة في قرية كذا ما فيهاش مدرسين. ليه؟ هو مش عايز يروح هنا القرية، عايز يروح المدينة، عايز يروح المدرسة اللي جنب الباشا، يعني ما الباشا عايز يروح المدرسة اللي جنب بيته زي الطالب، زي ما أنا موظف واللي يتوفر فيها دروس خصوصية كلنا هنا. في كثافات في مدارس وفي عجز في مدارس. عدالة التوزيع لازم تكون لنا عندنا خريطة واضحة نعيد توزيع المشكلة. طب ما ده اللي بيتفادوه دلوقتي في 30,000 انه ما فيش تغيير جغرافي، كل واحد على حسب الجزئية الموقع الجغرافي بتاعه بيقدم. لا يا فندم، وانا دلوقتي ما نعيد توزيع، انا ممكن في بصي هو التوزيع تلاقي في كثافات. عايز اقول لك على حاجه اللي ما هو موجود، بس في كل الاحوال حتى لو قعدنا توزيع ما احنا كده عندنا هتحل مشكله عجز. هتحل مشكله 50% من عجز المعلمين على مسؤوليتي، على مسؤوليتك الشخصيه. اقول لك على حاجه ثانيه، على مسؤوليتي الشخصيه وده من دراسه. اقول لك على حاجه ثانيه، هات الهاربين من حقل التعليم وشغالين في المدريات وشغالين في المراكز الاستكشافيه، هاتهم ورجعهم تاني المدارس. هم كان بأصلهم أستاذ ومدرس، كان معلم وراح المراكز الاستكشافية ديت،
علشان ياخد المبالغ اعلى. هارب، انا مسميه معلم هارب من الحق التربيه والتعليم. عايز اقول لك على حاجه، عددهم كتير جدا. تخيلي وحده استكشافيه في مدينه الباجور فيها كام؟ الفيديو كونفرنس، اسف وحده فيها كام؟ تخيلي قولي رقم. فيها 50 معلم. الحاجات دي محتاجه رقابه. اديرها واحد. المركز الاستكشاف اللي هنا فيه 600. انا بقول لك اهو ده اهو ده الكلام على مائده الوزير، اهو سامع اللي احنا بنقوله كده. احنا فهمنا. انا بطلب من الوزير قرار جريء، معالي الوزير بكره او بعده يرجع الناس الهاربه من حقل التعليم، رجعهم المدارس بس بعد تاهيلهم. مؤهلين، هم مدرسين. هو مدرس ومدرس كويس ورايح هناك عشان ايه؟ عشان مثلا يروح المركز الاستكشافي ولا يروح المديريه كذا ولا ياخد فلوس اكتر وعدد ساعات عمل اكتر. لا وممكن يزوغ يعني يشتغل حاجه. طب نروح للي بعده، المشكله اللي انتوا قلتوها وهي المناهج التعليميه. المناهج التعليميه الحقيقه كانت من ضمن المقترحات اللي ركز عليها الاستاذ محمد صيام، وانا هرجع لك فيها. وقلت الكيمياء والفيزياء والعربي وبعض المناهج التعليميه. المناهج صعبه قوي، قللوها شويه، الناس بتقول كده. انت شايف ده المشكله ولا في مشكله ثانيه غير المناهج؟ لا، انا لما اتكلمت على المناهج الفيزياء والكيمياء واللغه العربيه، اللغه العربيه احنا محتاجين اللغه العربيه دلوقتي. بنتكلم معلش، بنتكلم اللغه الدارجه دلوقتي بقيت الانجليزي، وانا او كلمه عربي وكلمه انجليزي. انا مش ضليع في الانجليزي، خايف اقول كلمه حد يضحك عليا دلوقتي. يعني بقيت حاجات دارجه دلوقتي، بنقول انا راح اعمل كذا وراح اعمل كذا بالانجليزي. طيب اللغه العربيه دي اساسنا. اللغه العربيه اذا كانت درجات اللغات، انا بقول اهتمام، اذا كانت درجات، واتمنى من الوزير الاقتراح ده مني انا، اذا كانت درجه اللغه العربيه اللغه المواد من 60 لا من 50 تبقى اللغه العربيه الضعف. الطالب نحن قلنا طالب مبتكر مبدع مفكر، عايزين طالب يخش زي النظام المدارس بتاعت السن. عايز اقول لك ده اللغه. لو ما دخلش طالب درس الكيمياء والفيزياء عملي في المعامل ما فيش تعليم. اذا معناها ان الموضوع مش حفظ، لان الكيمياء والفيزياء والحاجات العلميه دي مش اخدها ازاي في الفصل يعني. طب حضرتك كلمتنا على الحاجات دي، رابعه وخمسه ابتدائي كانوا موجودين في المقترحات بتاعتك. طيب قبل ما نتكلم عن الرابعه وخمسه ابتدائي نكمل بس على حته احنا عايزين نعلم اولادنا ازاي. مرحله التعليم الاساسي اللي قلنا بتضم 14 مليون و700 الف طالب، تمام، بيطبق عليها منظومه التطوير اللي وصلت لغايه خمسه ابتدائي السنه دي. السنه دي عندنا تحدي سنه رابعه وسنه خمسه اللي بتضم ما يقرب من 5 مليون طالب تلميذ. الخمسه مليون دول المفترض ان هم خدوا في الثلاث سنين اللي فاتوا مقررات بنظام جديد، المقررات المطورة، المقررات التفاعلية. السنة اللي فاتت في حاجة عظيمة عملتها الدولة قوي، اللي هي فكرة الاختبار القومي. اختبار قومي لتقييم، بياخد عينة يشوف الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي استوعبوا ايه، قدراتهم ايه. طبعا هو لسه الطلاب المنظومه الجديده ما تطبقش عليهم هذا الاختبار، وهيطبق عليهم السنه الجايه. لكن اللي هم بتوع اللي طبق عليهم في عام 2021 حوالي 12000 طالب من طلاب الصف الخامس الابتدائي، النتائج بتاعتهم خطيره جدا. احد الباحثين المهمين في مجال البحوث التربويه عمل دراسه استقرائيه لهذه النتائج، استاذ محمود سلامه. استاذ محمود سلامه بيقول لنا ايه؟ نتائج التقييم الاختبار الوطني بيقول ان 77% من عينه اللي تم اختبارها في سنه خمسه ابتدائي تحت مستوى مبتدئين في قراءه. 77 من العينه، يعني 77% من طلاب سنه خمسه ابتدائي ما بيعرفوش يقراوا. منهم 30 تحت مستوى الصف. يعني وال 47 في مبتدئين في القراءه. اذا انا قبل ما افكر في اي مقررات تطويريه انا محتاج اعالج الخلل ده. خلل ازاي؟ اعلم اولادنا في مرحله التعليم الاساسي القراءه، وعشان اعلم اولادنا القراءه لازم اوفر لهم مناخ جيد. ده هيرتبط بمشكله الكثافه اللي اتكلمنا عليها من شويه، اللي هي كثافه الفصل في المتوسط 50 طالب. الدوله بتبني، الدوله ما وقفتش. الدولة لكن درجة الدولة الاستيعاب لكن مع درجة الزيادة، الزيادة في أعداد السكان أكبر من أي حاجة تبقى. فعشان كده لازم برضه هنرتبط بمشكلة المعلم اللي إذن المجتمع المدني. المجتمع المدني كمان عليه دور، وعلى الجهات الخاصة هي كمان إنها تدخل. طب إيه رأيكم هاخدكم نقطة تانية خالص من المشكلات اللي بيتواجه بقى أولياء الأمور بعيدا عن التنسيق؟ أنا ليا تعليق على سعد عبد الرحمن. أنا في حاجة هتجنني من يوم ما مسكت الملف التعليمي.
وبيقول 50 طالب في الفصل 80 هو فعلي 80 بيقولوا مش بيفهموا. طب ما السنتر اللي فيه 120 طالب لا يعني معادله صعبه. لا 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 معادله صعبه. والعيال بتقول بتضحك على اولياء امورها ونقول لهم بنفهم وبتاع ونشوف المجامع زي الزفت. احنا مدمنين ندفع فلوس. احنا بنعلم اولادنا ان هم يخسروا الامتحان مش انه يتعلم. اه طب السؤال ده السؤال ده نطرحه للناس بقى، انتوا ايه رايكم مع مين فيهم؟ لكن وبمناسبه الفلوس بقى، وان احنا بنتكلم عن الفلوس، اكتر حاجه بتوجع اولياء الامور كمان ان يكون في استغلال من جانب المدارس احيانا للطلبات والمغالاه فيها. احنا معانا على عبر زوم سياده النائبه ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، هي بتطالب السيد وزير التعليم بمراقبه طلبات المدارس من الادوات المدرسيه اللي هي السبلايز اللي وصلت لارقام فلكيه زي 2500 جنيه واكثر منها بكتير جدا. ليه تقدمتي بدا سياده النائبه؟ مساء الخير. مساء الخير. الحقيقه انها عبء كبير على ولي الامر، بالاضافه ان لو عنده 2 3 طلبه في مدارس لو السبلايز كده وكتب المدرسيه كمان بسعر تاني بتتخطى ارقام واللبس المدرسه والباص وكل والمصاريف المدرسه، ده يبقى شيء كتير قوي على الاطفال في كي جي 1 وفي ابتدائي. مش معقوله يعني الحضانه، وبعدين كميه الحاجات اللي الطالب مش ممكن الطالب يستخدمها في سنه واحده. يعني لا يمكن طالب في سنه لسه اول سنه في المدرسه يطلب منه 6 7 انواع الوان. الوان زيت والوان ميه والوان شمع والوان فول ماستر. معقوله الطفل الاربع سنين ولا الخمس سنين هيستخدم كل الالوان دي؟ وكم بانارات وكم ورق؟ مش معقول يعني بتتعان فين؟ وبتتحدد مكاتب معينه وكلها مكاتب بتستغل اولياء الامور لان هي الوحيده اللي عندها الماركات اللي بتطلب من المدارس. هل ده شيء منطقي بالاضافه الى ثمن الكتب المدرسيه والثمن الزي المدرسي وثمن المصروفات في الزمن اللي احنا فيه والاقتصاد اللي على مستوى العالم كله؟ نستورد الادوات المدرسيه دي كلها علشان خاطر ندفع فيها المبالغ دي؟ في نفس الوقت لو الولي الامر عنده 2 طلبه او 3 الرقم كبير قوي، كتير قوي على انه يبقى. وكان طلبك بالظبط ايه للسيد الوزير؟ يعني الموضوع يبقى فيه شيء من الرقابه، يعني لازم تتراجع الحاجات دي، الحاجات دي بتتملى واولياء الامور بياخدوها كلها. طيب ما نشوف الحاجات دي بتروح فين؟ وليه بتطلب كل دي؟ هل دي فعلا وسيله تعليميه مهمه جدا ان انا الون واعمل بالارقام الكبيره دي كلها؟ ولا حجه لتربح زياده من الجهات دي سواء كانت المدرسه او المكتبات اللي بتتعاقد معاها؟ او المكتبات اللي بتتعاقد معاها. وبعدين حضرتك بيطلبوا القلم بماركه معينه، يعني مش مثلا قلم ملون وخلاص، لا، ماركات معينه بمواصفات معينه في اماكن معينه، دي نفسها برضو نوع من التشدد. يعني عايز تجيب الوان، ما نقول نجيب الوان خشب زي زمان او زي اي وقت. ليه بنطلب انواع كتير من الالوان؟ وليه ماركات معينه يعني ما هياش حتى موجوده في مصر؟ دي كلها ماركات مستورده. طب هل ده وقت ان احنا نجيب الحاجات دي باستيراد؟ مش منطقي طبعا. طبعا سياده النائبه، يعني حضرتك تقدمتي بالطلب ده بناء على يعني استغاثات من اولياء الامور اللي كانوا موجودين حواليكي او تجارب شخصيه؟ أيوة. كمان دي مدارس حكوميه ولا مش تجارب شخصيه؟ انا شفت اولياء الامور كلها متذمره جدا من موضوع السبلايز وموضوع انه بيكرر كل سنه وان ساعات بيرجعوا جزء من اللي بيطلبوه وساعات ما بيرجعش. طب هل الطفل بيستخدم ده كله فعلا؟ وايه فايدته في المساله في طريقه التعليم؟ يعني هل ده له دور في تعليم الطفل او هيفيده بحاجه؟ لو كان ليه دور يعني يتقال لنا ايه الدور اللي بيستخدموه فيه؟ صحيح، الوضوح والمكاشفه، والا يبقى الموضوع عمليه تربح من باب خلفي. احنا بنشكرك جدا سياده النائبه ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب على طرحك الموضوع، وبشكر ضيوفنا الكرام على النقاط اللي هم قدموها كمان. لكن هاخد من حضراتكم تعليق اخير واحنا بنختم، لو في طلب هتوجهه دلوقتي للسيد وزير التربيه والتعليم اتفضل وجهه. هو الطلب الموجه للسيد وزير التربيه والتعليم انه لازم ينزل على ارض الواقع شويه فيما يخص الكثافه في المدارس، فيما يخص عجز المعلمين. لازم نلجا للحلول غير التقليديه اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، اللي هي اشراك المجتمع المدني في سد العجز بالنسبه للمعلمين، في ايجاد حلول مبتكره لعلاج ظاهره الدروس الخصوصيه. الاهم من ده كله ان الطالب واحنا بنرجعه للمدرسه تاني عارفين احنا عايزين من وراء ايه. لازم نشغل عندنا مراكز، عندنا المركز القومي للامتحانات يحط لنا نظم تقويم امتحانات تتناسب مع طبيعه المجتمع بتاعنا،
مع تتفادى الاخطاء السابقه. عندنا الهيئه الاكاديميه للمعلمين نفعل دورها. كل الاقتراحات اللي قدمناها النهارده يعني يستمع ليها واحنا في انتظار الاستجابه. استاذ محمد كلمه اخيره. اتفق مع الاستاذ عبد الرحمن. مش هاخد انا رسائل سريعه جدا. اول حاجه مطلوب من الدكتور رضا حجازي زياره المدارس. مش هينفع نحط خطه وما ننفذش على الارض الواقع. دي رقم واحد. تفعيل دور الاكاديميه المهنيه، ما تبقاش تدريبات اللي بياخدها المعلمين عشان ياخد ترقيه، لا يتدرب عشان انا استفيد منه. الاهم من كده شكل واضح لامتحانات الثانويه العامه ويعلن عنه. اخيرا ما اطولش على حضرتك، اخيرا بعد شكل واضح للثانويه العامه كله تمام يا فندم، نمسحها باستيكه. بمناسبه سياده النائبه، مدرسه السنه دي طالبه في التحويل في اكتوبر، ومعايا اسمها هقدمها لمعالي الوزير بعد اللي بتاع التحويل. مديره المدرسه مقدمه طالبه توك توك، ولا مدير المدرسه طالب توك توك؟ عشان ما اعرفش، عارف عايزين ليه التوك توك؟ انت بتتكلمي في تكاليف، كل مدرسه جنبها مكتبه. ازاي عارفه توفير النفقات ان احنا في ازمه دولار ويطلب 50 لون؟ المتابعه كله تمام، الادارات والمديريات الاهتمام بالصف الثالث والرابع والخامس في العمل، اللي هو مدير المدرسه والمعلم ومدير الاداره، غير كده محلك سر. اعتقد الاقتراحات واضحه جدا وصريحه، واساتذتنا الكتاب الصحفيين الكبار اللي عندهم سنين طويله جدا في متابعه العمليه التعليميه هم كمان قالوا رايهم بمنتهى الصراحه، حبا في مش بس التجربه بتاعه وزاره التربيه والتعليم ان هم عايزينها تبقى افضل عشان صالح مصر، لكن كمان حبا وتعاونا مع السيد وزير التعليم الدكتور رضا حجازي. احنا بنقول له احنا حطينا كل حاجات على الترابيزه، وانتم كمان اذا عندكم مشاركات ابعتوا لنا، وهي دي كمان هنعرضها وان شاء الله كلها تحقق، يعني ايدينا في ايدين بعض. كاتب الصحفي الاستاذ محمد الصايم نائب رئيس تحرير ورئيس قسم التعليم بجريده الجمهوريه ورئيس تحرير موقع السبوره التعليمي، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا فندم، وان شاء الله الاقتراحات دي هتتنفذ، انا واثق في الدكتور رضا. واحنا كمان واثقين فيه جدا. معنا كمان الشكر موصول للكاتب الصحفي عبد الرحمن عبادي المتخصص في شؤون التعليم بالاهرام، شكرا جزيلا استاذ عبد الرحمن. انتوا كمان شكرا لكم على المتابعه. دي كانت حلقتنا النهارده، بنحاول نبقى صوت بعض. حديث القاهره بكره متواصل معاكم 9 مساء، اربع خميس وجمعه، هيقدمهم زميلي وصديقي العزيز الكاتب الكبير والصحفي اللامع والمفكر الاستاذ ابراهيم عيسى، وان شاء الله اكون معاكم بدءا من السبت. حديث القاهره، تصبحوا على خير.